اذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام متواصلين واشواطنا مستمره باذن الله تعالى هو هذا هو شوطنا الثاني بينما برنامجنا في هذا الصباح يتكون باذن الله تعالى من 14 شوطا وهذا شوطنا الاول الرئيسي المخصص لفئه القعدان لهذا السن لسن الحقائق من مسافه الاربعه كيلومترات وهذه الانطلاقه السلسه التي بعون من الله وتوفيقه وبالجهود المبذوله من اللجنه المنظمه لسباقات الهجن ورجالها مشكوره برئاسه سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني الشكر كذلك موصول لنائب رئيس اللجنه المنظمه لسباقات الهجن سعاده عبد الله بن محمد الكواري ايضا بدورنا نشكر حقيقة مدير إدارة السباقات والأنشطة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي وأيضا نشكر المسؤول المباشر في هذا الميدان راشد بن ثنيان النعيمي شكرا لهؤلاء الرجال وشكرا لكل من يعمل على قدم وساق لخدمة هذا الموروث العربي الأصيل تابعا للجنة المنظمة لسباقات الهجن نبدأ مشاهدين الكرام مع هذه الرحلة الجديدة مع شوط رئيسي جديد ولكن فئه القعدان نبدا مع هذه النجوم نبدا مع هذه الاسماء نبدا مع هذه الشعارات بدايه مع المركز الاول هذا هو من يتقدم هذه الاسماء يتقدم غيث حامد بن ناصر بن علي النعيمي يقدم لنا غيث على اول المراكز بينما يلي يصل الصداوي على مستوى المركز الثاني فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة يتقدم مع مستوى المركز الثاني يتقدم هنا على المركز الثالث الوصول والتقدم على ثالث المراكز من قبل غصاب نعم تعود ملكية محمد بن سلطان بن عبد الله السويدي يتقدم مع مستوى المركز الثالث ناخذ شعار المدهش المدهوش يتقدم على مستوى المركز الرابع الوصول هنا من سايد سالم بن عامر بن راشد المدهوشي وعلى المركز الخامس يصل ويتقدم في هذه اللحظات جلمود لناصر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب على مستوى المركز الخامس هذه نتيجتنا ايها الحفل الكريم نعود بالصوت والصوره الى مقدمه هذا الشوط نعود مع غيث لي حامد بن ناصر بن علي النعيمي يقدم لنا غيث يقدم لنا غيث الله 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 يا شعار حامد حامد النعيمي هنا يتقدم يتقدم هذه الاسماء بشعاره وبقياده غيث 1500 متر يا متاخرين نقترب من لائحه 1500 متر ونتجاوزها في هذه اللحظات يا سلامي على غيث يا سلامي على أداء غيث هذا هو غيث مع حامد مع حامد يتقدم هذه الاسماء غيث حامد بن ناصر بن علي النعيم يا سلام يا سلام يا سلام بينما بن ذروه بن ذروه هنا يحاول على مستوى المركز الثاني مع الصداوي فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه يقدم لنا الصداوي يقدم لنا الصداوي اسماء 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 اراها تتدخل يصل بن جرحب يقدم لنا جلمود ناصر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب على مستوى المركز الثالث المركز الرابع يصل بن سالمين يتقدم مع عفريت فريت الصعيد بن محمد بن حمد بن سالمين مع مستوى المركز الرابع المركز الخامس معاك يا المدهوشي ولكن لائحة الكيلومتر الأخير نتجاوزها من حيث لا نعلم لا نعلم كيف تجاوزنا هذه اللائحة ولكن نعود نعود إلى الإثارة نعود إلى الندية نعود إلى الناموس بن ذروة طار بن ذروة أقلع أقلع بن ذروة صاحب الناموس بن ذروه والعصا في البطان بدون اي تعليمات بدون اي اوامر الصداوي 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 الصداوي, الصداوي. الله يا ابو بخيت الله يا ابو بخيت ابو بخيت يتابع 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 الله يسعد مساك ويسعد صباحك ويسعد ايامك يا بن ذروه يا بن ذروه يا بن ذروه الله يا سلام يا سلام يا سلام بن ذروة والعصا في البطان بدون أي تعليمات الله يسعد صباحك ويسعد أيامك على هذا الناموس أيها الحفل الكريم لا يسعنا في هذه اللحظات ومن هذا المكان إلا أن نتقدم لمالك الصداوي فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة وتهنئة خاصة بين قوسين إلى أبو بخيت ألف مبروك يستاهل تهانينا والناموس لحظة وصول الصداوي إلى خط النهاية تهانينا لمالك فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة المركز الثاني يصل على مستوى المركز الثاني معزز جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري أما المركز الثالث الوصول على المركز الثالث من جلمود لناصر بن حمد بن حسين بن جرحب المركز الرابع يصل غيث لحامد بن ناصر بن علي النعيمي المركز الخامس يصل على المركز الخامس سام لجار الله بن حمد بن جهويل هذه النتيجة مشاهدين الكرام إذا بن ذروة يحقق هذا الناموس بدون أي تعليمات بدون أي أوامر تصدر على الصداوي غاطع مسافة الأربعة كيلومترات في زمن مقداره ست دقائق ثمان ثواني ست عشر جزءا من الثانية تهانينا لمالك الصداوي فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه على هذا الناموس ولمحبين هذا الشعار